التلاميذ بس. الإرسالية التانية اتذكرت في لوقا 10، ودي كانت إرسالية 70 رسول. وفي كلام السيد المسيح ووصاياه لتلاميذه بيقول: وحين تدخلون البيت سلموا عليه، فإن كان البيت مستحقا فليأتي سلامكم عليه، ولكن إن لم يكن مستحقا فليرجع سلامكم إليكم. وكأنه السلام عطية، وهو فعلا عطية ونعمة كبيرة. اللي يقبلها بياخد بركة، واللي يرفضها هيبقى في هيسيطر عليه الخوف والقلق. وأول سؤال عايزين نجاوبه: ما هو السلام؟ السلام هو حالة الراحة من الاضطراب الخارجي أو الاضطراب الداخلي، حالة الطمأنينة اللي الإنسان بيشعر بيها لما بيكون النعمة ملياه ومسيطرة عليه. بالنسبة للجسد، السلام ممكن معناه يكون الصحة، القوة، النجاح، زي ما قال كده داود لما سأل على ابنه أبشالوم: السلام للفتى أبشالوم. كلمة السلام للفتى أبشالوم كان داود بيعني بيها، يعني أبشالوم بصحة كويسة ولا حصل له حاجة. بالنسبة في للنفس، السلام هو حالة الاطمئنان القلبي، الخلو من الخوف والانزعاج والاضطراب. يبقى الانسان كده في حالة سلام قلب، زي ما قال كده داود النبي: ان نزل علي جيش لا يخاف قلبي، ان قامت علي حرب ففي ذلك انا مطمئن. حالة سلام، حواليا مشاكل كتير بس انا حاسس، مش حاسس بانزعاج، حاسس بهدوء، حاسس بطمأنينة. وايضا يقول في مزمور الراعي: اذا سرت في وادي ظل الموت لا اخاف شرا، لانك انت معي، عصاك وعكازك هما يعزيانني. فبالتالي دي حالة السلام النفس الداخلية، ومش معتمد على الظروف المحيطة بينا. هو عنده سلام بالرغم من، مش علشان، بالرغم من الحروب، بالرغم من الأمراض، بالرغم من المشاكل، بالرغم من التهديدات. بكرة هيحصل ايه؟ النهاردة عندنا مشكلة، حالة البلد شكلها ايه؟ طب كمان سنة هيبقى ايه؟ تعال نهاجر، تعال نعمل، طب نحط فلوسنا في بنك ولا نشتري ذهب، طب نعمل ايه، طب نتصرف ازاي. حالة الانزعاج دي نتيجة عولان الهم، هي اللي بتخلي النفس من جوه مضطربة. عشان كده الانسان لكي يقتني السلام محتاج لصلاة عميقة، محتاج انه ينفصل لوقت قصير كل يوم عن المشاكل، ما يفكرش فيها وما يقلقش قوي عن مشاكل، هتفضل موجودة لان دي طبيعة الدنيا. طول ما احنا عايشين في الدنيا في مشاكل، لو المشاكل مش موجودة يبقى احنا مش عايشين في العالم، عايشين في مكان تاني. افصل نفسك شوية عن المشكلة، هترجع لها تاني، ما تقلقش، هترجع تاني، بس الافضل انك انت تصلي للمشكلة، الافضل انك انت تتأمل في ربنا شوية. ساعتها هتحس بحالة اطمئنان، وساعتها هتبدأ تبص للمشكلة من وجهة نظر مختلفة، زي كده داود النبي: ان قام علي جيش ففي ذلك انا مطمئن، انا مش عندي سلام. منين؟ اصل انا دايما حياتي فيها مزامير، دايما في قصارة باخدها ورنم واقول مزاميري بألحاني الحلوة، رغم انه عنده مملكة وعنده ولاد صعبين وعنده ناس كتير بيتأمروا عليه. يعني مشاكله كانت اكتر من مشاكلنا بمئات المرات. وما حالة السلام دي عندك ليه؟ اصل انا عمري ما استغنيت عن القصارة بتاعتي، دايما ارنم واصلي، وساعتها ما بحسش بالمشاكل، معظمها بيتحل بدون مجهود لأنه ربنا بيتدخل بإيده.
وبعض المشاكل هتاخد شوية وقت، دي طبيعتها وبرضه هتتحل، بس في جميع الأحوال المشكلة مش هتخليني مضطرب ولا خايف ولا قلقان، لأني معتمد على الله اللي يقدر يحل كل شيء، وواثق في إيده القوية اللي تقدر تساعدني وتغير حياتي وتنقذني من كل مشكلة. ولو كل إنسان بص لحياته زمان وإزاي وصل للمرحلة اللي هو فيها، هيلاقي عدد من المعجزات وياما مشاكل كتير جدا قابلته ما كانش يقدر يحلها وعدت، والنعمة خلته يعديها. السلام هو عطية الله للكنيسة. لما تجسد السيد المسيح قال للملائكة المجد، الملائكة قالت للرعاة المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وفي الناس المسرة. بتجسد السيد المسيح بدأت المصالحة بين السماء والأرض. قبل التجسد كان فيه مشكلة، كان فيه مخاصمة، عداوة بين السماء والأرض بسبب خطية الإنسان وفساد الطبيعة البشرية، وبالتجسد بدأت المصالحة فبدأ السلام. عشان كده أشعياء النبي لما اتكلم عن التجسد بيقول لأنه يولد لنا ولد ونعطى ابنا وتكون الرئاسة على كتفه ويرعى اسمه، واسمه عجيبا مشيرا أبا أبديا، ويدعى اسمه عجيبا مشيرا أبا أبديا رئيس السلام، رئيس السلام. ولذلك السيد المسيح قال سلامي أترك لكم سلامي أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم. ونسب السلام لنفسه، سلامي أترك لكم سلامي أنا أعطيكم، وده يثبت لاهوته إنه هو الإله المتجسد، هو ملك السلام وإله السلام ومصدر السلام. عشان كده دايما نقول يا ملك السلام أعطنا سلامك، قرر لنا سلامك، واغفر لنا خطايانا. وعشان كده بولس الرسول قال عن السيد المسيح هو سلامنا الذي جعل الاثنين واحدا ونقض حائط السياج المتوسط. وإيه حائط السياج المتوسط؟ كان في حائط مش مرتفع قوي موجود دايما في الهيكل، الحائط ده محدش يعديه من الأمم، يعني الشخص غير اليهودي ما يعدهوش، الشخص اليهودي ممكن يدخل الساحة الخارجية للهيكل بس ما يعديش الحائط ده، في حاجز. الحائط ده كان بيمثل الحاجز اللي موجود بين البشرية وبين الله، وما كانش في حد يقدر يعديه. لكن السيد المسيح نقض وهد الحيطة دي، عمل المصالحة بين السماء وبين الأرض بدمه اللي على عود الصليب. عشان كده يقول القديس بولس الرسول وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. السيد المسيح لما كان نايم في السفينة، السفينة كان في اضطراب ورياح وبحر هايج، تلاميذ جريوا وقالوا له يا سيد نجنا فإننا نهلك. قال لهم ما بالكم خائفين يا قليل الإيمان. ثم قام وانتهر الرياح والبحر فصار هدوء عظيم، سلام. لما بيوجد السيد المسيح في حياتنا هيبقى فيه هدوء عظيم وسلام يملأ النفس والقلب، سلام العالم ما يقدرش يديه لأنه سلام حقيقي وما بتأثرش بالظروف المحيطة. ولذلك ما نستغربش لما نلاقي القديس بطرس الرسول كان نايم نوم عميق رغم ان هو تاني يوم المفروض هيصحى علشان يتعدم، هنلاقيها في أعمال الرسل 12. والقديس بولس في أعمال الرسل 16 كان موجود في السجن مع القديس سيلة وكان مربوط بالمقطرة في رجليه وإيديه، وكان اليوم ده ضرب ضرب شديد، ومع ذلك كان سهران بيسبح الله وكان فرحان.
سلام لا يعتمد على الظروف المحيطة، مهما كانت ظروف صعبة الإنسان بيبقى موجود في سلام. عشان كده السيد المسيح قال تعالوا إلي يا جميعا متعبين والثقيل الأحمال وأنا أريحكم، هديكم السلام، هديكم الفرح، بس تعالوا إلي بإيمان قوي، ما تجوش إلي وانتم مهزوزين من جواكم، ما تجوش تطلبوا مرة وخلاص، واصبوا على الصلاة عشان تحصلوا على هذا السلام. يبقى السلام هي عطية الله للكنيسة، وأيضا السلام، ودي النقطة الثانية، هي عطية الكنيسة للعالم كله. العالم كله الكنيسة ادت له هذا السلام. عشان كده نلاقي القديس بولس الرسول في معظم الرسائل بتاعته بيبدأ يقول كده: نعمة لكم وسلام من الله أبينا والرب يسوع المسيح. في كل رسائل بولس الرسول كانت الرسالة الافتتاحية بتاعته هي رسالة بتبدأ بإعطاء النعمة والسلام للموجه إليهم الرسالة. والقديس بطرس بيقول كده: لتكسر لكم النعمة والسلام. وفي سفر الرؤيا يقول القديس يوحنا، يقول يوحنا إلى السبع كنائس التي في آسيا: نعمة لكم وسلام من الكائن والذي كان والذي يأتي ومن السبعة أرواح التي أمام عرشه. إذن السلام هو أيضا عطية الكنيسة للعالم كله. عشان كده الكاهن لما بيجي يبدأ الصلاة يقول إريني باصي، يعني السلام للكل. أول حاجة شليل، يعني تعالوا نصلي. فالشماس يقول إيه بيبرس في كيس تصتيه، يعني أقفوا عشان نصلي، دي معناها بالعربي يعني. فيبدأ يقول أول حاجة إيريني باصي، السلام للكل. وفي الختام نقول كده: فلتكن رحمتك وسلامك حصنا لشعبك، ماري بكناي نمتك هيريني أوين صفتن بكلاوس. ماري بكناي اللي هي رحمتك، نمتك هيريني وسلامك، إن بكلاوس حصنا للشعب، أوين صفتن بكلاوس حصنا لشعبك. وفعلا سلامك يا رب حصنا لشعبك. عشان كده لازم نصلي دايما في كل صلاة ونقول: لا تنزع يا رب سلامك من قلوبنا فنصير فريسة للخوف والاضطراب والقلق، فنفقد سلامنا الداخلي مع أنفسنا، ومع الوقت نفقد سلامنا مع الآخرين، وفي النهاية هنفقد أنفسنا فنفقد كل شيء. هي حاجة كده تدريجية، إذا فقدت سلامك مع نفسك هتفقد سلامك مع الآخرين، وبعدين هتفقد سلامك، لما تفقد سلامك مع نفسك هتلاقي نفسك انك انت فقدت كل شيء وأصبحت فريسة للقلق والخوف والاضطراب والانزعاج وعولان الهم. وفي الحقيقة الإنسان كده بيعيش يعني في درجة من درجات الجحيم، لأن احنا بنقول الموضع المقدس الفردوس الموضع الذي ايه هرب منه الحزن والكآبة والقلق. يبقى الجحيم هو ايه؟ المكان اللي فيه حزن وكآبة وقلق. يبقى الإنسان عاش الجحيم وهو على الأرض فقد سلامه. عشان كده في كل الصلاة لازم نقول أعطنا يا رب سلامك، وقرر لنا سلامك، واغفر لنا خطايانا، ويا لهنا المجد دائما ابديا امين.